بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن إلى حلقة جديدة من حلقات دروس التعلمية عن بعد، وسوف نتناول الحديث في هذا اليوم عن الوحدة السادسة، والتي هي بعنوان الأمن الوطني والتغير الاجتماعي. اسم الدرس: الأمن الاقتصادي في دولة قطر. والآن هيا بنا أعزائي الطالب لنتعرف معا على أهداف درس اليوم. في نهاية الدرس ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على: الهدف الأول أن يذكر الطالب مفهوم الأمن الاقتصادي. الهدف الثاني أن يعدد الطالب مقومات الأمن الاقتصادي القطري. والهدف الثالث أن يوضح الطالب دور المؤسسات الوطنية في تحقيق الأمن الاقتصادي. والهدف الرابع والأخير أن يستنتج الطالب أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في ترسيخ الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معا على أهداف درس اليوم، فهيا بنا معا الآن لنقرأ معا هذه الفقرة. يعزز تحقيق الأمن الانتماء إلى الدولة بصفتها الحامي لحياة الأفراد وممتلكاتهم، ويعد تحقيق الأمن أحد المقومات الأساسية لنجاح عملية التنمية بمختلف المجالات، ويعد توافر أو تحقيق الأمن في المجتمع أحد أساسيات الحياة، ويعد انعدامه إلى عدم استقرار المجتمعات. فهيا بنا معا أعزائي الطالب لنتعرف أكثر على مفهوم الأمن الاقتصادي ومقوماته ودور المؤسسات الوطنية أيضا في تحقيقه. والآن أعزائي الطالب، هيا بنا معا لننتقل إلى الهدف الأول لدرس اليوم. الهدف الأول أن يذكر الطالب مفهوم الأمن الاقتصادي. والآن أعزائي الطالب لنتعرف سويا على مفهوم الأمن الاقتصادي. مفهوم الأمن الاقتصادي هو القدرة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا على مفهوم الأمن الاقتصادي، والآن لنفتح الكتاب معا صفحة 146 للإجابة على السؤال الرابع الرقم 2. السؤال الرابع: عرف ما يلي. 2. الأمن الاقتصادي. فهل تستطيع أن تتذكر المفهوم عزيزي الطالب؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. مفهوم الأمن الاقتصادي هو القدرة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معا على مفهوم الأمن الاقتصادي، فهيا بنا معا لننتقل إلى الهدف الثاني لدرس اليوم. الهدف الثاني أن يعدد الطالب مقومات الأمن الاقتصادي القطري. يقوم الأمن الاقتصادي القطري عزيزي الطالب على مقومات تعتبر أساسا في مختلف نواحي الحياة، وتتمثل في النقاط التالية: أولاً، توفر مصادر الطاقة والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي، وهو المحرك الأساسي لعجلة الصناعة في الوقت الحاضر. ثانياً، توفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى في جميع المجالات. ثالثاً، توفر الموارد البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة. رابعا وأخيرا، انفتاح دولة قطر على العالم الخارجي، وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وتشجيع الشركات العملاقة في الدول المتقدمة على إقامة مشاريعها بدولة قطر وتطوير الصناعات القطرية أيضا. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معا على
مقومات الأمن الاقتصادي القطري، فهيا بنا معا لنفتح الكتاب سويا صفحة 145 للإجابة على السؤال الثاني الرقم 2. السؤال الثاني، أجب عما يلي: 2، اذكر مقومات الأمن الاقتصادي في دولة قطر، فهل تستطيع أن تتذكر المقومات عزيزي الطالب؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. مقومات الأمن الاقتصادي في دولة قطر: أولاً، توفر مصادر الطاقة. ثانياً، توفر الموارد المالية. ثالثاً، توفر الموارد البشرية. رابعاً وأخيراً، انفتاح دولة قطر على العالم الخارجي. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معاً على مفهوم الأمن الاقتصادي وأيضاً مقومات الأمن الاقتصادي القطري، فهيا بنا معاً لننتقل إلى الهدف الثالث لدرس اليوم. الهدف الثالث، أن يوضح الطالب دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الاقتصادي. أولى هذه الأدوار عزيزي الطالب هي وضع السياسات العامة. وضع السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، ويتولى ذلك عن طريق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ثاني هذه الأدوار عزيزي الطالب هي تعزيز النشاط الاقتصادي. تعزيز النشاط الاقتصادي بما يواكب التطور الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، ويقوم بذلك عزيزي الطالب من خلال مركز قطر للمال والأعمال. والآن عزيزي الطالب لنستكمل الهدف الثالث لدرس اليوم، أن يوضح الطالب دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الاجتماعي. من وظائف المؤسسات الاقتصادية أيضا عزيزي الطالب هي ثالثا الاستثمار في الأسواق العالمية. الاستثمار في الأسواق العالمية وخارج قطاع الطاقة في قطر، وهو الدور الذي يقوم به جهاز قطر للاستثمار. من وظائف أو من أدوار المؤسسات الاقتصادية أيضا عزيزي الطالب هو رابعا المشاركة في تمويل المشروعات الصناعية، وذلك من خلال بنك قطر للتنمية. والآن عزيزي الطالب هيا بنا معا لنستكمل الهدف الثالث لدرس اليوم، أن يوضح الطالب دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الاقتصادي. من وظائف أو من أدوار المؤسسات الاقتصادية أيضا عزيزي الطالب هو خامسا وأخيرا النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، وذلك من خلال وزارة البلدية والبيئة ليساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية بهدف التقليل من الاعتماد على الاستيراد في مواجهة أي ظروف طارئة، كما تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معا على المؤسسات الاقتصادية ودورها في تحقيق الأمن الاقتصادي في دولة قطر، تعال معا لنجيب على السؤال التالي الموجود في صفحة 141. اذكر مؤسسات اقتصادية أخرى تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي في دولة قطر. من المؤسسات الاقتصادية أيضا أخرى عزيزي الطالب التي تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي في دولة قطر، أولا شركة حصاد الغذائية، ثانيا شركة بلدنا للصناعات الغذائية، ثالثا شركة قطر غاز، رابعا شركة قطر للبترول. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معا على دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الاقتصادي، فهيا بنا معا الآن لننتقل إلى الكتاب المدرسي في صفحة 146 للإجابة على السؤال الثالث رقم 3 و4. السؤال الثالث، وضح دور كل من المؤسسات الوطنية التالية في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
3. بنك قطر للتنمية. بنك قطر للتنمية وظيفته الأساسية أو دوره هو المشاركة في تمويل المشروعات الصناعية. 4. وزارة البلدية والبيئة. دور وزارة البلدية والبيئة هي كالتالي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والحفاظ على الموارد البحرية. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا معا لننتقل إلى الهدف الرابع والأخير لدرس اليوم. الهدف الرابع: أن يستنتج الطالب أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في ترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي. يسهم الاعتزاز بالهوية عزيزي الطالب في زيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال النقاط التالية: أولاً، دعم قيم الولاء والانتماء. ثانياً، تأهيل المجتمع لمواجهة العادات والقيم الدخيلة. ثالثاً، تعزيز التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى. رابعاً، تنويع الاقتصاد القطري وضمان استقراره واستدامته. خامساً، إيجاد توازن بين الاقتصاد المعتمد على الطاقة والاقتصاد الأكثر اعتماداً على المعرفة. سادساً وأخيراً، احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا معاً على أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في ترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لننتقل معا إلى الكتاب المدرسي في صفحة 145 للإجابة على السؤال الثاني الرقم 3. السؤال الثاني: أجب عما يلي. 3. عدد أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. فهل تستطيع أن تتذكر الإجابة عزيزي الطالب؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي: أولاً، دعم قيم الولاء والانتماء. ثانياً، تأهيل المجتمع لمواجهة العادات والقيم الدخيلة. ثالثاً، تعزيز التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى. رابعاً، تنويع الاقتصاد القطري وضمان استقراره واستدامته. خامساً، إيجاد توازن بين الاقتصاد المعتمد على الطاقة والاقتصاد الأكثر اعتماداً على المعرفة. سادساً وأخيراً، احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد. والآن عزيزي الطالب، ختاماً فلنراجع معاً أهم ما درسناه خلال هذا اليوم. من المعلومات المهمة التي مرت معنا في درس اليوم عزيزي الطالب هو مفهوم الأمن الاقتصادي. هو القدرة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن. من المعلومات المهمة أيضا عزيزي الطالب التي مرت معنا في درس اليوم هي مقومات الأمن الاقتصادي القطري. أولاً، توفر مصادر الطاقة. ثانياً، توفر الموارد المالية. ثالثاً، توفر الموارد البشرية. رابعاً، انفتاح دولة قطر على العالم الخارجي. من المعلومات المهمة أيضاً عزيزي الطالب التي مرت معنا في درس اليوم هو دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الاقتصادي في دولة قطر. أولاً، وضع السياسات العامة. ثانياً، تعزيز النشاط الاقتصادي. ثالثاً، الاستثمار في الأسواق العالمية. رابعاً، المشاركة في تمويل المشروعات الصناعية. خامساً، النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره. من المعلومات المهمة أيضاً عزيزي الطالب التي مرت معنا في درس اليوم أثر الاعتزاز بالهوية الوطنية في ترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي. أولاً، دعم قيم الولاء والانتماء. ثانياً، تأهيل المجتمع لمواجهة العادات والقيم
الدخيلة. ثالثا، تعزيز التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى. رابعا، تنويع الاقتصاد القطري وضمان استقراره. خامسا، إيجاد توازن بين الاقتصاد المعتمد على الطاقة والاقتصاد الأكثر اعتمادا على المعرفة. سادسا وأخيرا، احترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. وإلى هنا أعزائي الطلاب، نصل معكم إلى نهاية درس اليوم. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.